لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير. مرحبا بك أبو بكر. في خطوة من شأنها أن تقيد حركة التنظيم الإرهابي، ما هي تفاصيل وما يمكن القول من دلالات وربما تبعات لهذا القرار وهذه الخطوة؟ صحيح، في التفاصيل بداية لدينا وزير الدولة لشؤون المجتمعات والأقليات مايكل غوف كان قد أعلن عن تعريف الحكومة البريطانية الجديد لمفهوم التطرف، وهذا التعريف يدخل حيز التنفيذ من تاريخه، والتعريف مبني أساسا على فكرة أن كل أيديولوجيا مبنية على الكراهية والعنف ورفض الآخر هي أيديولوجيا متطرفة. أكد غوف أن الإسلام كدين خارج التقييم وخارج التصنيفات، وأن الجماعات الإسلامية المرتبطة به والتي تعمل في النشاط السياسي هي الجماعات المستهدفة والمتشددة بالإضافة لجماعات أخرى. يأتي على رأس هذه الجماعات طبعا جماعة الرابطة الإسلامية، وهي الفرع الإخوان المسلمين التنظيم الإرهابي هنا في بريطانيا، وبالتالي فإن هناك دائرة أخرى تضيق على الجماعة الإرهابية وعلى التنظيم الإرهابي هنا في بريطانيا. يذكر فقط أن هذه خطوة متقدمة تقوم بها الحكومة البريطانية، وأن كانت متأخرة نوعا ما بعد نحو 9 سنوات من مطالبة حكومة ديفيد كاميرون في عام 2015 بإجراء تقييم لنشاط حزب الإخوان أو جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في بريطانيا وتقييم فكرة الانتماء إليها والعمل لصالحها. يومها خرجت صياغة تقول بتوصيات تقول أن فكرة الجماعة فكر متطرف بالحد الأدنى، وأن كل شخص ينتمي لهذا الفكر ويتأثر به أو يحاول نشره هو شخص يجب أن يوصف بالتطرف. ثم وقفت الأمور عند ذلك الحد لتعود الآن ليتم الترويج لقائمة قالت الحكومة أنها سوف ترعى عن قوائم بشكل رسمي خلال أسابيع، ولكن أعلن بشكل شبه رسمي أن الجماعة جماعة الإخوان المسلمين أو ما يمثلها هنا فرعها في بريطانيا سوف تكون من ضمن الأسماء الأولى على هذه القائمة، جماعة الرابطة الإسلامية، وسوف توصف بالتطرف، وبالتالي سوف يتم تضييق الخناق عليها بداية لجهة منعها من التمويلات الحكومية، بل ومنع من ينتمون إليها من حقهم في التواصل مع حتى المسؤولين الحكوميين كحال جميع المنظمات والجمعيات الأخرى التي سوف تكون موجودة في هذه القائمة. ينقص فقط أن نقول أن التعريف الحكومي جاء كما قلنا من الحكومة وليس من البرلمان وليس مبنيا على تشريع، وهذا ما يعطله نوعا ما لجهة أنه لا يمثل قانونا تحاكم على أثره أو بموجبه الجماعات المتهمة بالتطرف أمام القضاء، ولكن هذه يعتقد أنها سوف تكون الخطوة اللاحقة، حيث في البداية سوف يتم إقرار مفهوم التطرف وقد تم، ثم سوف يتم إدراج عدد من الجماعات المتطرفة في هذه القائمة، وهو الآن ما يحدث بالفعل، ونحن على بعد أسابيع فقط من إقرار هذه القائمة، وبالتأكيد فإن الخطوات اللاحقة سوف تكون اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية بجهة وقف هذه الجماعات المتطرفة الإرهابية من العمل ومن النشاط، وأن كل من يروج لهذه الأفكار أو ينتمي إليها أو يتأثر بها هو شخص ملاحق بالمستوى المادي والمعنوي، ولاحقا سوف يكون القضاء من أجل تضييق الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية وفرعها جماعة الرابطة هنا في بريطانيا. شكرا لك من لندن مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر بشير، شكرا جزيلا لك.